اليوم عقدنا اجتماع مع ممثلي الكتل السياسية المشاركة في انتخابات في محافظة السليمانية ومع ممثلي القنوات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لغرض الحث الناخبين لمشاركة في الانتخابات، وخاصة ما يتعلق باستلام بطاقات الناخبين الإلكترونية. وكما كان أيضا لدينا أجندة لتوضيح الصندوق الإلكتروني للكتل السياسية لكي يكون لديهم العلم ودراية ما يتعلق بالآلية تشغيل الجهاز الإلكتروني في عملية العدوى والفرس الإلكتروني. وبالتالي نتحدث عن موضوع الحملة الدعاية الانتخابية، وندعو الكتل السياسية الالتزام بالسياقات القانونية والالتزام بالتعليمات المفوضية لكي يكون الدعاية الانتخابية بشكل حضاري